يسعى عندنا 240. ترى اوكي، هذول وين جايين؟ ثلاث نجوم هذا اتوقع، صح؟ يب أظن ثلاث نجوم. يو ثلاث نجوم، يب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة جيم اونيا، وجدتكم في فيديو جديد. الفيديو هذا حنكمل سلسلتنا في كونان اكزايل مودات، والمودات لسه ما تغيرت. الشباب جاي يفكروا انه يضيفوا بعض المودات، بس اكتبوا لي كمان في الكومنتات اذا في مودات حابين نضيفها. اللي ما بيعرف شو المودات اللي احنا ضايفينها حتلاقوها تحت في الديسكربشن. وقبل ما نبدا ونعمل الطاولات البدائيه، خلينا نورجيكم البيس اللي بنيناه. طبعا موارد البيس جبناها من الادمن، فكرنا انه احنا عشان نبني بيس ما يحتاج انه نروح نجمع الموارد، نقعد نبني، مجرد انه البيس البدائي اللي حنبني فيه الطاولات البدائيه هنجيبه من الادمن، وباقي البيوت اللي حنعملها لانه ناويين نعمل مثل مدينه كبيره نكبر، نعمل اكثر من بيس ثانيين، الموارد تبعيتها هي حنجمعها لحالنا، وبالاساس ما حيكون موضوع تجميعها صعب، بس في البدايه شوي صعب انك تعمل بيس ابتدائي تعيش فيه. طيب انا بنيت بيت او عملت التصميم وبنيت البيت، وساعدني في البناء الشباب، يعني بدي تقولوا انه الشغل اخذ منا وقت لانه شوي كان التصميم تعبان بما انه انا المصمم، وبس النتيجه كانت شوي حلوه. فخلينا نشوف البيت مع بعض. حركات السينمائية هي اللي فعلا مهلنا، ترى هذا هو البيس او البيت اللي صممناه وصنعناه. طبعا مثل ما قلت لكم اخذ منا شوية وقت، احنا باينينه على المي. الطبقة الخارجية عبارة عن فونديشنز، لازم نحط مثلث بعدين، عبارة عن فونديشنز بس بالنص كله عبارة عن بيلرات رافعة سيلينج على المي. فعملنا شوية ديكورات، مثلا في هذاك العفريت فوق، بوسايدن الحصان هون، عندكم بوسايدن مع ما بعرف اخطبوط ولا مدوسة، ايش بالضبط اللي موجود هون ما بعرف، بس انه بوسايدن آدم يذبحه. وشكل البيت من جوا هذا هو عبارة عن ثلاث طوابق. في الطابق الاول حنحط طاولات بسيطة مثل الارسيتن، حطينا هون حطينا طاولة بسيطة، يعني الديزاين جميل. حاطين نوافير كمان مشان موضوع شرب المي، هنحتاج انه نروح على مكان بعيد نشرب مي، خلاص تشرب من هون، وبالاساس المي قدامنا يعني مشان نحتاجه في مكان بعيد. والطابق الثاني حنحط فيه طاولات اللي ما ارتفاعها عالي جدا، يعني مثل على سبيل المثال الافران، سميثي البسيط، يعني هون حاطين احنا فرن عاملين فيه كم شغله، وكمان هون عندنا مثل ما انتم شايفين شيست حاطين فيه كم شغله. بالطابق الثالث حنحط الطاولات اللي هي جايه مع المود، طاولات المود جدا طويله فحتاخذ مساحه للاعلى مو على جنب مثل الطاولات العادية. فلما نجي نبني مثلا طاولة هون حنشيل الشموع، هاي ندمرها لأنه حتخرب عليك شكل الطاولة، تدمرها وتحطها والأمور حتكون تمام. طيب شو الطاولات اللي حاب أبنيها في البداية هلأ؟ وهي الطاولات الموجودة عنا هون، هذول أكثر من طاولة موجودين، وكمان عنا هون تحت طاولات إذا بنشوف. أوكي عنا الطاولة هاي ما بعرف شو اسمها، بيت أوف يوك أتوقع نقدر نعملها، يوك نحتاج نجمع شوية عظم، الأشياء هاي كلها سهلة. كام فاير عنا، وبالإضافة للطاولات اللي إحنا حنفتحهم بعدين، بس خلينا نشتغل أول شيء الطاولات اللي عنا. في عنا كتير طاولات لازم نفتحهم ونفتحهم أنا، الفرن مثلاً بلاك سميث حنعمل ممكن المطور على طول. قديش بده المطور؟ ليفل 30، أنا أوريدي ليفل 30، فيني أفتحه دغري المطور ونعمل مطور بدل ما نعمل العادي. والكاربنتر كمان لازم نعملها فحفتحها. عنا الفاير بول كمان لازم نعمله أو الكولدرن. عن البوشن ميكر اتوقع حنفتحه كمان لانه البوشنات هاي حنستخدمها في البدايه، ومنها كمان البوشنات تبع الهيل الافضل من عنا. البوشنات المطوره هي لسه ليفل 35، وهذا ليفل 55 لنوصل لافضل بوشن نبدا نستخدم. الماستر كاربنتر حنفتحه، بس خلينا ناخذها على مهلنا، خلينا نعمل اللي احنا بنقدر نعمله هلا وبعدين نعمل الباقي. في عنا انه اشياء جديده مثل هذا السمبل ووتر كابتشر، اتوقع هذا بجمع بس الماء، اذا بجمع بس الماء فما بيحتاج انه نعمله على سبيل المثال، ففي كثير اشياء كثير. خلينا نبدا بالاشياء اللي احنا حنعملها بالبدايه، نجمع مواردها نبدا نبنيها. طبعا ديمي موجود معي، ما بعرف اذا ديمي انت موجود عندنا في البيس. دحين اجيك. مثل ما انتم شايفين في العلامات الزرقاء هي بالبيسات تبعينا، شايفين انه هذا عباره عن تليبورت، تضغط على حرف اي فيك تنتقل على مثلا على البيس اللي عاملينه الشباب هنيك حاطينه في المنطقه هي، امبراطور ومعه بلح كمان، او مثلا انك تنتقل من هنيك لهون على البيس تبعي، او تنتقل على الواي بونت اللي بالاساس بيجوا من اللعبه. قررنا نحط منهم كل بيس حتى نسهل على حالنا موضوع الانتقال، فخلص انت فيك تنتقل من هون من بيتك على المكان اللي انت رايح عليه. طبعا في اكثر من وحده موجودين متوزعين بالعالم من المود نفسه اللي هو اي اي دبليو اي، واحنا ممكن نضيف في حاله انه شفنا انه المكان هذا ما في واي بوينت بيحتاج انك تحط عليه واي بوينت، فحنستخدمها بعدين اذا حبينا ننتقل. اتوقع ممكن ننتقل مشان نروح ونجمع بلاك ايس بعدين، بس حاليا نتوقع بدنا نروح على المناطق هاي. نفتح بعض الكتب
وناخذ مهمات للسحب. طيب حنبدا باول طاوله، اول طاوله بدها الشيب وود، لحتى نعمل الشيب وود لازم نعمل الكاربنتر بنش، فخلنا نبحث بالكاربنتر، وهي الكاربنتر بنش هتحتاج 125 وود و50 ستون، موضوعها جدا سهل خلص معهم، وكمان نشوف اذا معنا اكل ناكل، يب معنا، بعدين الاكل فل، اطلع نجمع، اي جهه افضل، روح نجمع، صح في جسر هون نبين انه بعدين نكبر. خلي بيوت هني كلها على المي، وفي عنا كمان السفن بتمشي من تحت الجسرين هذا، السفينة هذي بالضبط، يعني عنا اطلال حلو البيت هذا. وواحد من الشباب اخذ البروفيشن اللي هو الماينر، طبعا لما تختار انت باللعبة هي بتقدر تاخذ الفاكشن تبعك، احنا اخذين الساحر تاخذ البروفيشن. واحد من الشباب اللي ما شاء الله عليه ما بيطلع ما بيدخل اللعبة ابدا، اخذ البروفيشن الماينر وعمل الماين هاد جنب البيت تبعنا، مثل ما انتم شايفين تفتحه بس تلاقي فيه موارد كثير، فممكن نلاقي فيه مثلا الستون هذا انا اخذه، واحنا بنجمع بس الخشب وبنعمل فيه طابة، فحيكون كتير مفيد. للأسف أنا ما حقدر أعمل الماين هاد، فلازم إنه هو يعمل لي، بس بالمقابل أنا من آخذ المون شاينر، المون شاينر المهم بالألكيمي، فطاولة الألكيمي بعدين أنا اللي حعملها، ما هو ما حيقدر يعمل. طيب هلأ بدنا الكاربنتر، هي الكاربنتر فخلنا نعملها، بعد ما عملناها خلينا نشوف طاولة ممكن نقدر نعملها. هي الطاولة فيني أعملها، هي طاولة فيني أعملها، هي بدها شيب وود وبريك، بريك أتوقع عنا، هي فيني أعملها الإنشانتد تيبل، محتاج شيب وود كمان هون، هون محتاج شيب وود، هون محتاج بس الستون، خلينا نعملها شيب وود، شيب وود، أوكي شيب وود هنحتاجه بكمية كبيرة. هنشوف احنا الوزن عنا صار ثقيل، فمحتاج إني أعمل صندوق وأبدأ أفضي فيه الأشياء اللي أنا ما بحتاجها. خلينا ناكل الحشرات هاي حاليا ما بنحتاجها للسمك، وخلينا نرمي، نرمي الستون حاليا، أو خلونا نحطه تصدقوا في الماينر مشان ما يروح علينا، لأنه احنا ما عندنا كثير هون ستون تقدر تجمعه. حاليا عندنا أربع طاولات تقريبا أكل، إي أوووو لا 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 أكل جميل هذا والله، مشكور صراحة سلطعونات ونضبط أمورنا أنت. هنشوف الطاولة هذه كم مساحتها، يعني مساحتها لا بس تقدر إنه نبنيها، ممكن نبنيها في المكان هذا بما إنه عندنا مشكلة بالبناء هنا سويناها. شكلها حلو كمان يعني صراحه، خلينا نبنيها نشوف ايش تقدر تسوي فيها. حرفيا ما اقدر اسوي اي حاجه في الطاوله هذه، اوه كبيره جدا هذه، شو اسم الطاوله هذه؟ كونستراكشن بلاتفورم، جدا كبيره، ما ادري هل احطها جوا البيت ولا برا البيت لانه كبيره جدا. ممكن انا نحطها في المنطقه هذه هنا برا، انه احنا هنا برا كمان ناويين نحط شويه اغراض. كاربنتر بنش اتوقع حنخلي مكانه في الزاويه هي. رقم اربعه عندنا فرن شوي طويل، ممكن يكون مزعج بس فينا نحطه في المنطقه هي، نقدر عادي نحطه جنب الافران اللي احنا ناويين نبنيها هون. بنعمل فيه كميه من البارز، ما بعرف شو هي بس كمية كبيرة. اوكي هذه كمية من الشيب وود، خلينا نبدأ بالطاولات اللي احنا ما سويناها. الالكيمي ديسك ما سويناه، خلينا نسويها. هذا يحتاج الميستيكال داست، اتوقع عندي فكرة من وين ينجاب. البريك اتوقع انا حاطط شوية ستون من زمان انهم ينحولوا للبريك، يتحولوا للبريك، وهذول هم 91 حبة. طيب هيك سوينا كل الطاولات اللي موجودة حاليا عندنا، فخرج هذول هم ونحط البريك كمان. ابدا مكانه مو هون، بس شو نسوي؟ خليه موجود هون. هنكمل بحط الطاولات هاي، انا حابس اشوف الطاولة تبع الستدي هاي، اتوقع شكلها حيكون قادح، والله شكلها قادح. رقم ثلاثة، اوه والله الطاولة كبيرة بشكل مو طبيعي هذه. الطاولة هذه كمان نفس الستدي شكلها حلو. وهذه الوود ووركينج، بما انه وود فخلينا نحطها جنب الكاربنتر بنش، بما انه هي عبارة عن استخدام الخشب، فهذا قسم الخشب نتركه. حاول نحطها بشكل جميل جنب الطاولة اخرى. تمام. نشوف هيك، نشوف ايش فينا نعمل فيها، فينا نعمل اسرة وديكوريشن. اول طاولة منها نحطها هنا اللي هي اتوقع انه الالكيمي ديسك، يب. بعدين عندنا الستادي اوف ايشنت ارتس، كمان هنا اتوقع يكون شكلها حلو. وهذا هو الميستيكال داست، هنحتاج الميستيكال بلانت ونحتاج الاورا هيرب، الاورا هيرب موجود عندنا، حنحتاج ميستيكال بلانت حتى نطلع من الميستيكال داست ونعمل الطاولة هذيك. بعدين عندنا الستادي هذول، عندنا اركين اسنس، عندنا بورد اوف لايت. اتوقع الان صارت تمام، يب صارت تمام على الحافة. خلينا نشوف ايش نقدر نصنع فيها، نقدر نصنع فيها بعض المشروبات اللي حتفيدنا اتوقع في المنطقة الحارة زي الالي اللي اتوقع يرفع حرارة الجسم. طيب الطاولات اللي هنا اتوقع سويناها ما عدا الطاولة هذه، فخلينا نشوف الطاولات الثانية اللي عندنا. اوكي عندنا طاولاتنا اللي بالاساس احنا متعودين عليها، بس عندنا الامبروف نقدر نطلع عليها على طول زي الامبروف هذه، بس تحتاج ايرون ريفورسمنت واحنا ما عندنا ايرون، فاللي ما نقدر نسويها حنسوي
عادية منها، خلينا ناكل لقمة عشان نعبي عندنا الأكل، نشرب مويه واحنا جاهزين نطلع ممكن نجمع ايرون، ما ادري ايش رايك تيبي نروح نجمع ايرون ولا ايش راح نسوي؟ يب ايضا بداية ايرون في البداية والبرايم ستون الكهف المر عليه ذاك اللي قريب هنا يب 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 نحتاج والله. طب يبغالي انا بالاتربيوس الان ارفع بالدورانس لين ما اجيب اتوقع ثاني بيرك كذا نقدر نحمل مساحة كثيرة، بعدين حرفع الفيتاليتي اجيب اول بيرك فيها، وال كمان الاستمناء ابغى اجيب اول بيرك فيها. طبعا احنا حنقدر نوصل كل هذا ال 50 يعني الفل، فما يحتاج انه الواحد يفكر وين يزيد. السرفايفل كمان حديد عشان تجينا كميه من الموارد اللي بنفتحها، باقي النقاط هذه نحطها بالاكيورسي عشان نزيد الدمج حق السحر. اوه شيت وصلنا على الكهف وكهف بشر هذا، خلينا نستخدم السحر معاهم. الله والله قاعد ارفسهم بالسحر انا. اوه انا اللي قاعد انفسهم ولا الشخصية حقتك؟ انا بدي اجمع برايم ستون واردنس كمان جاي يطلع لي اشياء كثيرة. وانا اكتشفت اكتشاف كمان انه الايم حقك لازم ما تحطه على الجندي، يعني لو تحطه على الجندي زي كذا ما يجي فيه، بس تحطه جنبه على اليمين. مو فاهم صراحة ايش الموضوع وايش الفكرة حقتهم، انه مو ممثلينها بالضبط. والله كفو الكهف هذا كبير وجميل. نشوف ده اللي فوق شو مطلعين. هو ايش هذا؟ بريكلي بير؟ هذا صبارة اتوقع؟ ايه ليش لا؟ جيب اي شيء يطلع. حلو حلو نجمع كمية برايم ستون حلوة ونحتاجها كلها كلها نحتاجها. هذه المهارة ما تنفع الا عن قرب، لازم تكون جنب الواحد اللي تستخدمها. اوه طلع سروالين، تعال تعال خذ لك واحد. تعال خذ طلع سروالين. العادة يطلع سروال واحد بس اوكي. اوكي دفاعه اقوى من اللي معاي فخلنا نلبسه. هل الملابس اللي جتني من القبيله حقتي معي حاطها في البيس، وهذه ورقه كمان طلع لي اياها. اسكرول ذات اتش ذا بريسبتس اوف مترا. اوكي علمني اياها، ما ادري ايش هي بس اتوقع هي ديانه المترا. احنا مو ديانه مترا، احنا اتوقع ماخذين اليوم او اكلين لحم البشر. ف اوكي اوكي في جنود لسه هجم علينا، ما في هجوم او هذول ارتشبس يرموا عن بعد. يلا تحدي القنص. اتوقع البرايم ستون نحطه هنا عشان نسوي الستيل فاير يوم، فخلنا نحطه هنا مره واحده زياده. لا تعال ننتقل بالتليبورت نجيب الايرون. يو عند بيت امبراطور صح؟ يب. اوكي كفو كفو كويس انه حاطين الاشياء هاي، يعني تعتبر غش من بدايه اللعبه بس نو بروبلم. كنا قاعدين نضبط السيرفر ونختار اماكن للسكن، فما حد شايف. انا اصلا ابغى اورجيكم كيف نظام التليبورت في اللعبه، وهذا هو نظام التليبورت. كيف تنتقل انت الشباب زي ما انتم شايفين، هذا هو البيت حقهم ما شاء الله عليهم، هم شغالين ومنطلقين صراحه في البناء حقهم. هذا طبعا موت، البناء هذا كله جاي من موت. خليني اورجيكم كمان هنا كيف شكله. هذا الباب لو يسكر، بس الباب عايز يسكر فخليني اسكره بيدي. هذا شكل الباب. صح نروح عند ديبي ونجمع ايرون. ايوه الجلد حلو يديك تيك ليذر. اعطيني تيك ليذر، انا ما احتاج تيك ليذر بس يلا ايش لا احسن من لا شيء. ضربت اليسار حقتكم قاعد حابس مزعجه، وضربت اليسار حقتي انا سريعه وخايسه. خلنا نقطع بسكينه الجلد عشان نجيب اكبر كميه جلد منه. في هذا الايرون هنا خلنا بنجمع. طبعا اعتذر على الموضوع تسجيل، ما جاي اسجل كثير وما جاي انزل كثير، تعرفوا يعني كان الاسبوع الماضي كان اسبوع عيد، فبالعيد يعني ما نزلت كثير. كل عام بخير، طبعا كل عام وانتم بخير، لانه انا دائما اكتب في الديسكورد اي تهنئه تصير. وان شاء الله من الاسبوع الجاي حنبدا نصور كويس. الاسبوع هذا كمان عندي شويه اختبارات فما حقدر اصور نفس الكميات اللي بصور فيها، بس حنبدا نصور بعدين بعد الاسبوع هذا من جديد نفس ما كنا نصور. في كول نحتاج كول عشان نحرق فيه، خلينا نجمعه. اوه طلع لي كاربون اشياء غريبه. اوكي في وحش حيهجم علينا او ذئابه على اليسار، اتوقع ما شافتنا. لا والله شافتنا، شافتنا وهاجم علي انا تحديدا. يلا جلد وجاني لما اقول له لا. والله هذا جلد حي حيعذبنا. خلينا نجمع جلد احنا نكمل تجميع الايرون هنا. اوكي انكسر البيفكس حقي يعني. جمع اثنين مال بيفكس قال لي بس تقريبا 5000 وشويه، وربي كفو صراحه كميه جدا حلوه. تعال بفضلك.
خذلك اللي في العطاير هنا. يب يب، خلنا ناخذ هاي العطاير كمان. انت يبغى لي اضرب مع الجندية حقتك، اضرب بالسيف. خلنا نجمع جلدهم. حط انت ال5000 وقسمها 3 اقسام ووزعها. خليني اعدل الفرن هذا بما انه شكله ابدا مو ضابط، ورجع لي الموارد. طيب الشيء اللي انا الان حسويه اللي هو التينري، عندنا التينري تيبل العادية بس هذي، التينري الامبروف تحتاج بريك وشيبت وود وبارك والاشياء هذي. اوكي حسوي الطاولة العادية، التينري العادي والتينري تيبل العادي، تحتاج وود وستون وبارك. طيب قسم التينري حطه جنب قسم الدروع اللي هو موجود هنا على اليسار. اوكي رقم 5 واللي هي التينري تيبل، خلنا نشيل الكاستنج من الان. التينري تيبل خلنا نحطها التينري الأساسية، ونطلع نحط الكاستنج تيبل هنا فوق. فنحتاج انه نجي هنا على التينر تيبل ونحول الفراء هذا هنا زي ما انتم شايفين. انت اسوي 219 عفوا، فحنسوي 219 هذه، او لها العايد عادي، الهايد عادي، وحقة الولف او حقة الدب كمان تحولها الهايد عادي. بعد كده عندنا 150 اوريدي جاهزين، هذول هنحولهم الليذر عشان يصير عندنا التار اللي نحتاجه علشان نسوي الستيل فيه، والباقي عشان نجمعوه بالبيكاكس على الشجر. اوكي حنحط ال 120 هنا، ناخذ 120 من هنا، ناخذ 300. اوكي صار كميه بس يحتاج بارك زياده. اوكي صار عندنا 240 طاق. اوكي 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 اوكي، هذول وين جايين؟ وين جايين؟ تبغوا تعطوني هاي فهمت؟ حنبدا نجلد الذين دحيني على البيت. هذا مشكلة البيت اللي ما فيه بار. تم الجلد بنجاح. اوكي كفو، جاتنا هدية دي بجندي. بس كم ليفله هذا؟ هذا ليفل 4 صح؟ والله ما ادري، زي اللي عندي ما ادري كيف ليفله. ما ادري بس طلع لي حاجة جديدة واللي هي رينفورس. انا احتاج الايرون رينفورس من حاليا رينفورس، فاقدر اسوي كم؟ 10، نسوي 10 ونجيب شوية ايرون بالافران حول الزيادة. في معانا 500 هنا، 500 هذه لانه صار كل الوزن، وبما انه الان ما جاي استخدمه فاسوي الكمية كلها. تمام خلنا نفضي الاغراض الالمة، احتاج مثلا البوت اللي معانا ما احتاجه، خلنا نفضي هنا. هذا سلاح بقاعدة اللي يرمي، لا هذا سلاح استخدمه ضرب عالي. حلو كم دمجه؟ دمجه 7، دمجه 31 18، فاتوقع حستخدمه الان بدل السيف هذا. طيب هنا ما عندي اي نقاط اني اقدر استخدمها حقة الدرايتس الاي دبليو، بس قلت بتفرج عليها. زي ما انتم شايفين هنا تعطيك اشياء، مثلا الرينجر هنا زايده عندي، زايد تقريبا 0.5، فاتوقع حسب انت ايش قاعد تستخدم حتزيد عندك النقاط هذه، ولما تحط تحتها يخليك تشوف ايش تسوي. مثلا هذه الرينجر يقول لك increase progress by dealing damage to range weapon، واللي هو انه يقوي الدمج عن بعد. خلينا ناخذ الستيل فاير واحد من الافران عشان يحولنا الستيل. هنا صار عندنا ستيل بعد بعد الكميه هذه كلها تسوي ستيل. لا خلينا نشوف اقل كميه، هذول كميتين نفس الشيء فما حتفرق وين احطهم. احطهم هنا، احولهم بستيل بعد ما يخلص من هذه، او نقدر انه نشيل الايرون اللي هنا مرة واحدة نحطه هنا، وحيتحول هذا الايرون، هذا حيتحول لستيل دايركت. اوكي الطاولة حقت البروفيشن حقتي اللي هي المون شاينر، هذه هي طلعت الديستلري، تحتاج تحط لها زي ما انتم شايفين. اوه هذا خلينا نوقفه، اوه شفت واحد على الفاضي. 10 او النقود ال 10، ونجيب العامل الخاص بالبروفيشن هذه وتحطه، وحيطلع لك من الاشياء هذه بشكل عشوائي. هذا هو العامل حتى؟ لا هذا، لا هذا اخذته من من حق الديانات، بس ما هو، ما ادري حق ايش هذا. لا مو هو، اتوقع شيء ثاني للديانات، اتوقع يكون واحد من الاديان. حط البروفيشن وركر، حط التن، حيبدا يطلع لك اشياء بشكل عشوائي. زي ما انتم شايفين تحت بالماينر اللي بنى لي اياه علي، نروح نشوفه. هو طبعا علي ما بنى لي اياه، بس يعني انا خلاص حتستولي عليه، اللي يروح يسوي واحد ثاني، خلاص هذا صار ملكي بما انه جنب بيتي. هنشوف زي ما انتم شايفين هناك قاعد يصنع بشكل عشوائي، حاطط له التن هذه هنا بشكل عشوائي، كل ما خلص شيء يسويه، وانت ما تقدر تحدد ايش تبغى تسوي الا اذا معاك من الكوبر كوير الاشياء هذه. ايش تبغى تسوي هو لوحده حيقعد يصنع. طلعت الموارد هاي، طبعا هذا وهذا ابدا مو من هنا، هذول ابدا مو من هنا. في ايرون زي ما انتم شايفين، في الكترونكس، في الاشياء الغريبه هذه حتى توبس فيه. 3 نجوم هذا اتوقع صح؟ يب اظن 3 نجوم. اوه 3 نجوم، يب يب يب.
ومعناتها لازم يكون في صندوق اللي تطلع منه سلاح هنا، لازم. ايه احنا حاجة قاعدين نضرب عن بعيد، نحتاج نقرب على التمساح هذا. عن بعيد شغلنا سحرة، بس الدمج فاشل فيحتاج انه ارفع الاكوريسي زيادة. دمج جدا فاشل صراحة. اوه قبض قبضة الثعلب والله. لسه دمجي 24 جدا فاشل. تبغالي اجمع فايبر، حلاوة الاسلحة هذه السحرية. خلاص جمع من هنا شوية فايبر، امورك بالسليم سوي بيها ترى. خلنا نستخدم السلاح هذا، دمجه حلو 31 شفت. خلنا نشوف كم اسوي بيه دمج، 28 اوكي اقوى من السلاح السحر، خلنا نستخدمه. هاي حركة جديدة، هاي حركة جديدة، ارجع ارجع. اوكي كفو بعدنا، خلنا نضربه بالسحر لما يخلص حركاته هاي. انا احس نفسي صرت محترف بالتفادي في اللعبة هذه. اوه انا اسف انا اسف، اخر كلام اخر كلام. اعطاني حركة الدل بس هربت منها. واحد لسه قال الكلمة على طول يتفشل. ابغى انضرب على اخر الفايت خلاص. الفايت كان جدا حلو وما دمجت فيه ولا مرة، ليش اتدمج على اخره؟ جي جي تم الدعس. انقطع اعطاني سكيلتون كي ووصل ليفل 60. اوكي احنا طلعنا سكيلتون كي لما قتلنا المساح هذا وقطعناه، فهذا هو الصندوق. بسم الله خلينا نشوف سلاح دمج 51 اختراق 9 بيبي كيف ميديس وبن اسمه ذا فار سكاي. يلا نجربه، يلا نجرب السلاح هذا التمساح هذا. 50 الدمج حق الله الله. طبعا هو يعني دمج حلو لا بأس به. هنقطعكم، اعطيني جلد الرأس هذا نستخدمه في موديل الاي دبليو اي مع رؤوس اخرى. تتوقع تقدر تسلم اكثر من راس يعطيك مثل ريورد في منطقة ال، خلينا نشوفها الباونتي بورد. باونتي بورد، باونتي بورد هي زي اللي تقول انه صائدين الجوائز في الافلام او بالحتى في امريكا موجودة. الصائدين الجوائز اللي هم تلقاهم مع الشرطة، تلقاهم يشتغلون انه يكون عندهم مثلا واحد مطلوب مشرب مطلوب، فيجيك الباونتي هانتر يروح يدور على الشخص هذا ويجيبه ويسلمه للشرطة وياخذ عليه جائزة مالية. يعني نفس النظام موجود في اللعبة هنا، بحيث انك انت تروح تقتل البوسات اللي موجودة في اللعبة، تاخذ الرؤوس حقتهم تسلمها ومقابلها تاخذ جائزة. طيب خلينا نطلع نحط الاشياء اللي جبناها في المخازن. اول حاجة المخزن او مو المخازن، البطاقات حقتها. اول حاجة خلينا نخلص من الجلد ونحطه هنا. نتحول الى قاعد، اتوقع هذا هو هذا 54 حبة. حلوين، ناخذ من هنا زيادة فايد، ناخذ 100 100 بس مو زي ما تحتاج فايد كاستخدام للتروح في البداية. نحطه هنا وحوله إلى ليذر عشان يعطينا طاقة. خلينا نشوف الفاير الستيل فاير كم وحدة في عندنا منها. 183 حلوين، خلينا نحطه في الفرن هنا عشان يتحولوا الستيل زي هذولا. شغل نحتاج ستيل زيادة، اتوقع حروح اجمع خلف الجولي زيادة ستيل والاشياء هذي عشان يصير عندنا موارد اكثر ونرتاح من ناحية الايرون من ناحية الستيل. طيب اللي هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اذا عجبتكم الحلقة اعطوني لايك، اذا ما عجبتكم الحلقة اعطوني ديسلايك، بس اكتبوا لي في الكومنتات ليش ما عجبتكم. لا تنسى انك تشترك في القناة وتفعل الجرس لحتى يجيك اشعار كل جديد هنزله عن السلسلة هاي. وفي نهاية المقطع بقول لكم في امان الله.